يبتهج الأطفال فيبتهج معهم الكبار، ففرحة العيد وإن غلب عليها طابع الحرب واستمر الحصار. هنا في مدينة تعز تجدها بادية بين هؤلاء الصغار وفرحتهم. احنا جانا يعني نلعب مع الأطفال، احنا نشي نمرح، احنا نشي نمرح بالعيد. هذه المرة ما رحناش الحديقة، خلنا بنجي هنا فعلوا ألعاب يعني عادي، لا في حرب عادي بنلعب هنا، بنلعب مكانس على الحديقة عادي، كله سوا كله سوا. يعني مثلا الحرب شمت بن احنا في عندنا احنا كل حاجة عادي، بنحصل العب، بنحصل شرب، بنحصل اكل، بنحصل كل حاجة اللي بنحصلها. على الرغم من أن حدائق الألعاب التي يزورونها كل عام أغلبها إن لم تكن جميعها تقع تحت سطوة الميليشيات الإنقلابية التي حولتها إلى ثكنات عسكرية، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام المبادرات الشبابية التي ابتكرت بوسائلها الممكنة ما يمكن القول عنها مساحات أو حدائق بسيطة تساعد في خلق مساحة للعب وإضفاء الفرحة على نفوس الأطفال. قدر الاستطاع أن نجد هذه الأماكن وأوجدنا هذه الألعاب التي ترونها اليوم في هذا المكان وفي هذا الفناء، في فناء هذه المدرسة، لأن ندخل البسمة على أطفالنا. تبدو أجواء الفرح من وسط المدينة المثخنة بالأوجاع هي كل ما يسعى إلى صناعته شباب تعز، حيث يحاولون بث الأمل بين المواطنين وإعادة روح الحياة المتمثل بالفرح والسرور. كلما حاولت الميليشيات سلب الحياة من ثنايا هذه المدينة، ابتكر شبابها العديد من الطرق والوسائل من أجل بقائها حية تنبض بالفرح، فالقصف والحصار لم يحول بين السعادة وأبناء تعز كما بدأ في أزقة وشوارع المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.